اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مش يجري شور موريتان باش يجلس النبض، يعني يقيس لهم الضغط. كيفاش اللي نقول الشعب الموريتاني والحكومة الموريتانية ردوا بالكم وعرفوا مع من نتوما وبلا ما يضحك عليكم مرة ثانية. زيارة إلى كلية الدفاع لمجموعة الساحل الخمس. أثر ذلك تنقل سيد الفريق أول سعيد شنقريحة إلى مقر الأركان العامة للجيوش الموريتانية. اللي بغيت نقول أنايا في هذا الفيديو على أنني كنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وملي أنا مفتخرة بك كملك وكأب روحي، ونحن وراك وقدامك وفي ذراعك، وملي على أساس قضيتنا الوطنية. أنا بعد شاكرتك على الخطاب الراقي المحترم والنبيل مولي، وكلامه كان واضح. اللي بغيت نقول للشعب المغربي هنيه لك على ملكك وعلى مولي الخطط الاستراتيجيه والسياسيه اللي وصلتنا لهذه المرحله. واللي بغيت نقول انايا الكبرانات ديال الجزائر لعبوا غيرها صراحه، لانه لعبكم قديم وفات الصحه حق فات اخباره. كتلاحظوا على ان الخطاب زاد صاحب الجلاله الملك محمد السادس الاخير ثقب النار في قلوب وحدين في ذوك بعضين اللي حدانا في الجاره الشرقيه، عادوا لا يتواكلوا. اش داروا؟ بما ان ذاك الجزائر يعني كتمر بازمه خانقه، الفقر والمجاعه، ما عندهم ماء، ما عندهم شي ياكلوه، مسكين يقضيون على الطوابير. ديك المافيا اللي حاكمهم، اللي انا اصلا لا اعترف بالجزائر كدوله، يعني كنعترف بالجزائر كمافيا، كعصابه مسلحه داعمه للارهاب في المنطقه، وهي كتخلق لنا الارهاب. اللي بغيت نقول لهم، نقول لكم يا متابعين، على ان اخوان زريحه هذا شوين قريحه مشى يجري شور موريتان باش يجلس النبض، يعني يقيس لهم الضغط فين واصل، لان ركتيها الشعب الجزائري راه ركتيها في ثوران، يعني كيغلي، لانه ما يمكنش دوله عندها البترول والغاز والثروات وما هي ظاهره على شعبها، يعني يوما ما في القريب العاجل له تقوم شي دعوه فما عندهم، ومن حقهم صراحه، وانا كنأيدهم، لانهم ما يمكن ليسموا احياءهم موتى، بالعكس افضل لهم كاع. لو كان يعني لو كان مصيرهم غير الموت، افضل لهم واشرف لهم انهم يموتوا عند الحياه الصحه اللي عايشينها. اللي كتلاحظوا على ان الكبرانات مشاو يجروا شور موريتان، بغاو زعما قلت لكم يضغطوا الضغط، بغاو زعما ديك العيبتيكا ديال زعما كاينه غيشوفوا غيديروا تعزيزات امنيه واتفاقيات امنيه ولامن المنطقه واستقرار المنطقه، وذاك البهر وذاك التبوحير زعما رانا في قلبنا على المنطقه. هما اصلا اللي داعمين فاغنر، هما اللي داعمين الارهاب، وكيدعموا ديك الجبهه الارهابيه البوليزار، هما اللي خالقينها اصلا مربينها، والقاعده تنظيم القاعده هما اللي كيمولوا هذا كامل. يعني نحن يا سببنا ودمار الشمال افريقيا هو هذا الحركه ديال كبران ديال الجزائر. انا اللي بغيت نقول لكم الموريتانيه صراحه، ردي بالك، كونوا رادين البال، وملي ولا بغيتوا تدقوا وتاد مع شي دوله خاصكم تعرفوا مع من تدقوهم، راه لا مافيا اللي هي اصلا ما عندها مؤسسات، مافيا مسلحه فقط. انا كنقول عن الكبرانات والحكومه الجزائريه هي فقط مافيا مسلحه. اللي بغيت نقول لكم يا الليبيين، تحزموا ردوا ارضكم اللي سرقت عليكم ديال المافيا ديال الحركه، وبغيت مولي نقول الشعب التونسي يطالب بارضه والصحراء اللي سرقت عليهم ديال الحركه، وكنقول مولي الشعب ديال القبائل قوموا راك تحزموا في عرايتكم في ارضكم، ونظموا الصحراء بصفوفكم، ورسموا حدودكم مع ديال المافيا ديال الحركه. بغيت نقول دوك البياديقه ديال البوليزاريو هنيا لكم الحرب، لانكم انتم اصلا اول واحدين اللي يطيحوا فيها الحفره اللي كنتوا كتحفروا، كيحفروا بيكم باطل، انتم عار وسيله مفعول فيكم ومفعول بيكم. ركز فيها الذي كتندوف وما جوارها، فاما انكم انتم كساكنه ديال تندوف انكم صحق تامنوا يعني مواطنيكم هذوك الكومبارس، ولا انكم اللي غتنحربوا كاملين. قال لك انقلب السحر على الساحر. انا بغيت نقول الشعب شمال افريقيا كامل، لانني كنقول ان شمال افريقيا كامل انا كنعتبرها شعب واحد، حنا رانا مولي متضامنين مع الشعب الجزائري مسكين مجروح اللي مسكين مسلوبه له حقوقه، والمضطهد واللي لا حول له ولا قوه، لا حول له ولا حول له ولا قوه. اسمحوا لي راني عندي اللغه العربيه شويه كتزهق كما قالوا كازاوا. اللي بغيت نقول لكم على ان المغرب لا يمشي في طريقه ما مقفو لا الكبرانات ولا غير الكبرانات. وبغيت مولي نقول الشعب الموريتاني والحكومه الموريتانيه
ردوا بالكم وعرفوا مع من نتوما وبلا ما يضحك عليكم مره ثانيه، لان صراحه سن هاد المافيا ديال الكبرانات هي فقط تعيش ازمه وكتعيش ايامها الاخيره. قالك سبحان الله، قالك كيسالي الفيلم فاش كيسالي الفيلم كتطلع عليه الكتبه، هما دابا راه طالع عليهم على الكتبه. داكشي علاش جابوهم كيجرو، شافوا ان المغرب صافي سلا، فضا امورو طرقوا بصامرو، صح طرقوا تادو كيما دقوا تادو، يعني ما يقد حد يزعزعوا من الصحراء المغربيه ولا حتى الشبر من ارضنا، سواء الصحراء الغربيه ولا الصحراء الشرقيه. حجره واحده ما غنسمحوا فيها غردوها كامله. وهذوك الملقطين تصرفوهم شي منطقه ثانيه، ما عندنا علاقه بهم، حنا عارفين اللي مشى من عندنا وعارفين التخطاف من عندنا عارفينه وقاصين بطرو. اللي بغيت نقول للشعب المغربي هنيئا لك الانتصار، وانا مولي متشرفه بكوني مغربيه وملكيه مولي حتى النخاع، وشكرا مولي جزيلا لك يا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصرك الله.